السلام عليكم دري دريات، قبل ما نبداو هذه الحلقه كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم، لي كومونتير، لي زابوني او لي لايك. هادشي كيزيد يشجعني باش نحط لكم ديما الجديد. كما شفنا في الجزء الاول اللي طرقنا فيه المعلومات ديال الروايه والشخصيات، هذه الحلقه غنشرحوا فيها احداث القصه، واللي ما شاف الجزء الاول يرجع يشوفو حيت شبيه غتفهم الكماله. ونوض دابا جيب واحد السيلو ورقه باش تنوطي كاع المعلومات اللي خاصينك، حيت شي الا تبعتي مزيان تشاره امبوسيبل ما تفهمش. اشنو هما احداث القصه؟ الفصل الاول، شابيتر 1، المكان دار شوافة اي لو بامور، الزمان شا ليفير، شخصيات سيدي محمد، لافويونت، دريس العواد، زينب، رحمه اي فاطمه بزويه. الفصل الاول كيبدا مع احمد الصفريوي اللي كيعاود لينا على الطفوله ديالو وبغى يصيد فريخ باش يونس. Le narrateur adulte commence son récit en évoquant les événements de son enfance. Il essaie d'attraper un moineau pour combler son vide. هنا كيبان ان البطل ديالنا كيعيش لوحده من البدايه ديال الروايه. Nous constatons que le personnage principal vit dans la solitude depuis le début du roman. من بعد هذه المحاوله الفاشله، السرد غيعرفنا على الشخصيات اللي عايشين معاه في الدار وغيوصف لنا الطقوس اللي كانت كدوز فيها الليالي الكنويه عند الشوافه. Puis, le narrateur présente les locataires de Dar Chouafa et relate le déroulé des soirées gnawi chez Tante Kenza. في المرحلة الموالية غيعرفنا على المدرسة اللي كيقرا فيها اللي هي الكتاب. L'étape suivante, il nous présente l'école coranique ou le msid. من بعد سيدي محمد غيمشي مع مول الحمام البلدي اللي غيدوز فيه أكفس نهار في حياته. داكشي علاش غيبقى يكريتيكي في كلشي. Après, il évoque le souvenir du bain mort où il a passé une journée d'enfer. الحدث اللي غيجي بعدو هو واحد المضاربه خايبه غتنوض ما بين لاله زبيده ورحمه بسبب النهار ديال الصابون، حيت النهار ديال لاله زبيده هو 2 ورحمه بغات تصبل ليها في نهارها. L'événement qui suit est la dispute entre لاله زبيده et رحمه à cause du jour de la lessive. هاد الواقعه غتاثر على سيدي محمد اللي غيغيب حدا امه في الاخر ديال الشابيتر. Cet incident aura un impact sur Sidi Mohamed qui s'écroulera au pied de sa mère sans connaissance. Le محور الرئيسي ديال الفصل هو الوحده. Le thème principal du chapitre est la solitude. الفصل الثاني، chapitre 2. Le مكان، le msid, le sanctuaire de Sidi Ali Bouhalb et Dar Chouafa. الزمان، الشتاء، l'hiver. شخصيات، Sidi Mohamed, Lala Zoubida, لاله عيشة، دريس لو تينيو اي لو فقيه. الفصل الثاني كيبدا نهار الثلاث اللي هو نهار المراجعه عند سيدي محمد، كيعاود لينا فيه على المعاناه ديالو في المسيد. لو دوزيام شابيتر راكونت لي سوفرانس دو سيدي محمد او مسيد. سيتي ان ماردي، لو جور ريزيرفي او ريفيزيون. مور الغدا غتجي عندهم لاله عيشة، الجاره قديمه ديال لاله زبيده اللي غتلقى هاد الاخيره والابن ديالها مراد، وغتنصحها باش تزور سيدي علي بوغالب. لالة عيشة، l'ancienne voisine de لالة زبيدة، lui rend visite après le déjeuner et trouve cette dernière et son fils malade. Elle leur recommande de visiter Sidi Ali Bouhalb. فعلا مشاو الزاوية وترجعوا السيد باش يشافيهم. Après, ils partiront ensemble pour visiter le sanctuaire et demander la guérison. هنا الكاتب كيعالج موضوع الإيمان بالخرافات. L'auteur aborde dans cette partie le sujet de la superstition. في ديك الوقت واحد المش غيقمش سيدي محمد وغيتجرح في يده، ومن بعد الشخصيات بثلاثه غيرجعوا في حالهم للدار. En ce moment, سيدي محمد sera griffé par un chat dans la main. Après, les trois personnages vont retourner à leur maison. الغد ليه غيجي دريس القرع باش يمشي يتقدى لاله زبيده. Le lendemain, Driss le ténieux viendra à la maison pour faire le marché de لاله زبيده. من بعد رحمه غتلاقى سيدي محمد في الدروج وغتعطيه عقيقه ديال الدجاج اللي غيزيدها مع الاشياء اللي عنده في لابواطه ميرفي ديالو. وهنا سال الفصل الثاني. À la fin du chapitre, رحمه va rencontrer سيدي محمد dans l'escalier et lui donnera un cabochon de verre qu'il ajoutera aux objets de sa boîte. المحور الرئيسي ديال الفصل هو الايمان بالخرافات. Le thème principal du chapitre est la superstition.
الفصل الثالث شابيتر 3 المكان لومسيد دار شوافة اي لا ميزون دي زيدريسيد. الزمان الشتاء ليفير. الشخصيات سيدي محمد، لالا زبيدة، فاطمة بزوية، رحمة، زينب، لي فوازين، لي مونديون، المقدمة، اي معلم عبد السلام. في الفصل الثالث سيدي محمد غيرجع للمدرسة من بعد يومين ديال الراحة، وغيعاود لينا على كيفاش كيدوز النهار في المسيد. ابخي دو جور دو روبو لو ناراتور راكونت سا جورني او مسيد. في الليل لالا زبيدة غتشوف الضو خارج من البيت ديال فاطمة بزوية جارتها، وغتسولها كيفاش البلان. هاد الاخيرة غتقول لها باللي شرات قنديل ديال الزيت. لو سوار رماركون اون لويور ايمانون دو لا شومبر دو فاطمة بزوية، لالا زبيدة دوموند على سورس دو سيت لوميير. La voisine lui répond qu'elle a acheté une lampe à pétrole. من بعد ما دخل المعلم عبد السلام وتعشاو، غتلصقو مرتو باش يشري لها قنديل ديال الزيت. الغد ليه ملي رجع سيدي محمد من المسيد، لقى القنديل معلق في الحيط ديال البيت. الله يخلف على المعلم عبد السلام. ابخي لو ديني لالا زبيدة انسيست اوبخي دو معلم عبد السلام دو لوي اشتي اون لامب ا بيترول. لو لوندوما سيدي محمد va découvrir la nouvelle lampe accrochée au mur de leur chambre. في العشية غطرى واحد الواقعة خائبة. رحمة غتودر لها بنتها زين في درب الرصيف. Un grave incident aura lieu l'après-midi. Zineb, la fille de Rahma, a disparu dans le quartier Sif. من بعد غتمشي لالا زبيدة وفاطمة بزوية لمولاي إدريس باش يدعيو مع البنت. تما غيتلاقى واحد السيدة اللي غديهم لدار الأدارسة فين غيلقاو زينب. أبخي لالا زبيدة وفاطمة بزوية بارتيرون أ مولاي إدريس pour invoquer son aide. Sur place, ils vont trouver une femme qui les guidera à la maison des Idrissides où ils trouveront enfin Zineb. Le khmis li men bad, Rahma ghadir wahed sadaqa lbentha w ghatayit ala kaa ttlaba lamin dial drb. Le jeudi qui suit, en guise de louange à Dieu, Rahma préparera un repas pour les mendiants aveugles du quartier. Fi l'akhir dial chapitre, Sidi Mohammed ghayjbed la boîte à merveille dialo باش يستانس بها حيت كلشي مشي ناس. À la fin du chapitre, Sidi Mohammed ouvre sa boîte à merveilles pour lui tenir compagnie. المحور الرئيسي ديال الفصل هو التضامن. Le thème principal du chapitre est la solidarité. الفصل الرابع chapitre 4 المكان la maison de Lalla Aisha. الزمن الربيع le printemps. شخصيات سيدي محمد، لالا زبيدة، لالا عيشة، مولاي العربي، اي لي زونفون دي فوازين دو لالا عيشة. الفصل الرابع كيبدا مع ليام الاولى ديال الربيع. لالا زبيدة وسيدي محمد غيبداو يوجدوا الحلوى في الصباح حيت عارضة عليهم عيشة. ملي وصلوا رحبات بهم مولا الدار وبدات كتعاود لها زبيدة على جيرانها. تقرقي بالناب وصافي. لي بروميير جور دو برينتون لالا زبيدة و سون فيس بريبار لي غاطو اي روند فيزيت ا لالا عيشة. دي لوغ اريفي لالا زبيدة كومونس ا بابوتي افيك سون امي ا بروبو دي فوازين. من بعد غيهبط سيدي محمد يلعب مع الدراري ديال الدرب اللي في الاخر غيضاربو مع بعضياتهم، و غيتوبخ الساريد مزيان مع عند امو. انسويت سيدي محمد فا ديسوندغ جوي افيك لي زونفون دو كارتيي. Ces derniers vont se bagarrer entre eux et Sidi Mohammed sera grondé par sa mère. واحد شويه غيدخل مولاي العربي راجل عيشه وغيبدا يعاود ليها على عبد القادر شريكو اللي نكر فشي فلوس كان مسلف عليه. وفي الاخير الباشا حكم لصالح الظالم. ابري مولاي العربي لو ماري دو لالا عيشه rentre à la maison et commence à raconter ses malheurs à sa femme. Son associé عبد القادر a nié sa dette et le bacha jugea en faveur de l'associé escroc. الغدلي مورا الغدا لالا زبيدة غتبدا تعاود لراجلها على داكشي اللي وقع لمولاي العربي مع شريكو. لو لوندومان لالا زبيدة رابورت لو ريسي مالورو دو مولاي العربي ا سون ماري. في الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد غيبدا يعاود لينا على القصص ديال عبد الله مول الحانوت اللي كان عاود ليه باه في واحد الليله ديال الشتاء. ا لا فان دو شابيتر
Sidi Mohamed rapporte les histoires d'Abdallah l'épicier que son père avait racontées un soir d'hiver. Le محور الرئيسي ديال الفصل هو الخداع. Le thème principal du chapitre est la tromperie. الفصل الخامس chapitre 5 المكان لمسيد et دار الشوافة الزمان الربيع le printemps الشخصيات سيدي محمد le فقيه les élèves du مسيد لالا زبيدة et les voisins. الفصل الخامس كيبدا نهار الأربعاء في المسيد. هاد النهار الفقيه كان ضريف مع الدراري وبدا كيشرح لهم الأجواء ديال عيشورة كيفاش كدوز شنو خاصنا نوجدو لها إلى آخره وعطاهم العشية راحة. Le chapitre 5 commence un mercredi au Msid. Le frère se comporte gentiment avec les élèves et leur explique les préparatifs de la fête de Ashura. Il leur donnera l'après-midi repos. من بعد غتلاقى لالا زبيدة مع فاطمة بزوية وغتعاود لها على عيشة صاحبتها اللي باعت الذهب باش تعطي الراجل راس المال. وعاودة تلاقات مع رحمة اللي تا هي عاودت لها البلان. Après, Lalla Zoubida va raconter à Fatma Bzouya, puis à Rahma que Lalla Aisha a vendu ses bijoux pour aider son mari à redresser son commerce. Moral gda, bdel ghouat ou tnouah. Sidi Mohamed bin Tarh jam mat. L'ayalat dil drb kamri mjmouin kibkiw. Après le déjeuner, toutes les femmes du quartier commençaient à crier et s'éclataient en sanglots car Sidi Mohamed bin Tarh le coiffeur est mort. فاش كانوا مخرجين الميت سيدي محمد كان متكي وبدا كيتخيل ليه راسو ميت ودايرين به الملائكه. من بعد فاق وعرف راسو باللي كان غير كيحلم. ديرون لي فينيراي سيدي محمد كومونسا ايماجيني كي لي مور اي انتوري دونج اون سورسو اي سو ريفاي اي رياليز كي لا في ان كوشمار. الغد لي في الصباح لالا زبيده غتعطي لولدها واحد السنيسله ديال النحاس. من بعد ما مسحاو السيكه مزيان جا المش ديال زينب وشفرها ليه وناري على تريكه البنت امها وحتى المش والعفو. لو لوندوما ماتان لالا زبيده دونغا سون فيس اون شينيت دو كويفر. ابري كي لا نيتوا لو شا دو زينب فيان لا لوي فولي. في الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد غيضارب مع زينب بسبب المش ديالها. ها علاش قلت لكم في الحلقه الاولى ما كيحملهاش حيت كدير ليه الطياره. اون فان دو شابيتر سيدي محمد فا سو باغاري افيك زينب ا كوز دو سون شا. المحور الرئيسي ديال الفصل هو البوح بالاسرار. لو تيم برينسيبال دو شابيتر اي لانديسكريسيون. الفصل السادس شابيتر 6 المكان لو مسيد دار شوافه الى قيصريه الزمان الربيع لو برينتون الشخصيات سيدي محمد لو فقيه لي زيليف دو مسيد لالا زبيده لو مارشون زهور رحمه زينب اي لي زوتر فوازين. الفصل السادس كيبدا في المسيد كاع الدراري كيوجدوا المكان باش يحتفلوا بعيشوره. لو سيزيام شابيتر راكون دي زيفينمون كي سو سون ديغولي او مسيد كون تو لي زيليف بريبار لو ليو pour célébrer la Shura. الغد ليه الفقيه غادي يفرق المهام على الدراري وغيقسمهم للمجموعات. سيدي محمد غيكون هو الشيف ديال الجروب ديال الحكاكه. لو لوندومان لو فقيه اورغانيز لو طرافاي و فورم دي زيكيب. لو بيتي سيدي محمد اي نومي شيف دي فروتور. الغد ليه في الصباح لالا زبيده غدي معها سيدي محمد القيصريه باش تقدق وتجيب معها الصخره الشوافه. وهما في الطريق غيتلاقاو مع زهور جارت عائشه اللي بقات شاده لالا زبيده بالهضره. من بعد غادي تشري متر ونص ديال ثوب القطن. خدات لسيدي محمد جيلي حمر وشرات للشوافه طرف الساتيني كحل. لو ماتان سويفون لالا زبيده اومين سيدي محمد على قيصريه بوغ اشتي سي بروفيزيون اي سيل دو طونت كنزا. اون روت ايل رونكونتر زهور لا فوازين دو لالا عائشه اي بابو دوران ان مومون. ابري elle achète un mètre et demi de cotonnade blanche, un gilet rouge pour Sidi Mohamed et une satinette noire pour la voyante. ملي رجعوا للدار سيدي محمد ضارب عاوتاني مع زينب وغتعرعر ليه مو مزيان والعفو.
De retour à la maison, Sidi Mohamed se dispute une autre fois avec Zineb et sa mère se met en colère. Flashia, كانوا مجموعين العيالة شادين الناب. رحمة بدات كتعاود لهم على السي عثمان ومرتو خديجة وكيفاش غيوقع عليه البلان في السوق ملي غيرجع عند مرتو ما مقدي والو وغتحيح عليه. لابخي ميدي توت لي فام غيوني رحمة اون بروفيت بور لو راكونتي لو ريسي دو سيدي عثمان الى لا خديجة سون ايبوز. في الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد غيمشي ينعس وغيبدا يتفكر القصة ديال السي عثمان. À la fin du chapitre, le petit enfant se prépare pour dormir et songe à l'histoire de Sidi Athman. Le محور الرئيسي ديال الفصل هو المساومة. Le thème principal du chapitre est le marchandage. وحتى لهنا كنكونوا سالينا الجزء الثاني من لابوطا ميرفي. تسناونا في الجزء الثالث اللي غيكون فيه الكمالة ديال القصة. إلى عجبكم محتوى الحلقة وبان لكم يستاهل البارطاج، الخبر في راسكم. وما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس لاباج فيسبوك والانستا باش يوصلكم كل جديد. وبامكانكم تقترحوا عليا الدروس اللي ما فهمتوش باش نشرحوهم في الحلقات الجايين. تحت شعار نعمروا اليوتيوب المغربي بالمحتوى الهادف.